السلام عليكم ناظرين الكرام، معي جامعة إسلامية رياض العلوم أنواع فعال ترين شعبہ شعبہ تجوید کی سالانہ کیفیت کو جانتے ہیں. جیسے کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہے کہ جازیم جامعہ حضرت مولانا بنیامین صاحب وستانوی کی خصوصی فکر شعبے کو حاصل ہے. حضرت کی فکر ہے کہ جامعہ میں آنے والا ہر طالب علم قرآن کو اس کے حق کے ساتھ یعنی تجوید کی مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھے، جو کہ ضروری بھی ہے. ناظرین اکرام، گزشتہ سال تمام شعبہ جات، دینیات، حفظ، کتب، حتیٰ کہ تمام طلبہ نے بے انتہا محنت کی اور حضرت ناظم جامعہ کے منشے کے مطابق ممتاز طریقے سے اپنی صلاحیت کو نکھارا، جس کی چند جھلکیاں ہم آپ تمام کے سامنے پیش کر رہے ہیں.
صدق الله العظيم. الله العظيم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين لم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربي. قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العظيم.